السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا تول من بيم سوفت اسمها كوبي كومباين. دي بتعمل ايه؟ ممكن يكون عندي كذا برامتر في كذا مكان، فهو بيبدأ ياخد القيم اللي فيهم ويحطهم في برامتر اخر او ينقلهم من مكان لاخر. ممكن يكون مثلا عندي كذا برامتر، واحد فيهم A و B و C، واحد فيهم هابي نيو اير، فهو ممكن يجمعهم بقى من بعض، يجمع الهابي ياخد الهابي وياخد النيو وياخد الير ويحطهم كلهم في برامتر واحد. تعال نشوف الموضوع ده بشكل عملي. دلوقتي انا عامل سيلكت على الروم، وهاجي هنا هقول له من البيم سوفت هقول له كوبي كومباين بارامتر، هقول له جمع لي مثلا النيم والنمبر، او ممكن مثلا الديبارتمنت. الديبارتمنت ممكن تكون مكتوبه ممكن ما تكونش مكتوبه، اقول له حطهم لي في نفس الكاتيجوري او في كاتيجوري اخر. يعني ينفع اقول له في نفس الكاتيجوري او في كاتيجوري اخر؟ في نفس الكاتيجوري هحطهم مثلا في بارامتر اسمه كومنت. خلي بالك كومنت هنا فاضي اهوت، وممكن اقول له حطه في كاتيجوري اخر وليكن مثلا الباب الدور دورز. هنحطه في اي بارامتر من عند الدور؟ وليكن مثلا المارك. ممكن تحط كلمة قبليه وكلمة بعديه، او ممكن تختار فاصلة بين البارامترز. تمام، اقول له بعد كده اوكي. اهو تعال نعمل بس سيلكت على الروم، هلاقي ان هو الكومنت بقى وركشوب وخد النيم وخد النمبر، حط النمبر بعديها. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اقول له بدل الميكانيكال دي خليها ارتكشر عشان نعرف نعمل سيلكت للويب. ويب الباب اهوت في الخاصيه اللي اسمها مارك، خد نفس الخصائص نفس البرامتر وحطه في قلب الباب. تمام، فدي دي طريقه هتوفر علينا الوقت في ان احنا ناخد نفس القيم من البرامتر بدل ما تحاول تاخدها يد وتحصل فيها مشاكل. دي بتوفر علينا وقت كتير.